الخير أحبتي متابعي قناة دجلة الفضائية، سعيدة بأني ألتقيكم بحلقة جديدة من برنامج ناس إيناس. لكل مبدع علامة في عمله الإبداعي تبقى ترافقة طيلة مسيرته الإبداعية، لكن العباقرة اللي يصنعون أكثر من علامة في عملهم وفي مسيرتهم. ضيفي اليوم هو صانع العلامات للنجوم، هو ملحن تانيتكم وأنا بدونك وش يجيبكم وأسمي الناس باسمك ووصلوا لحبيبي سلامي. ضيفي اليوم المبدع الكبير الملحن ضياء الدين. أهلا أهلا أستاذ ضياء، أهلا وسهلا. مرحبا، نورتنا شرفتنا بناس إيناس. الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. أهلا 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 أستاذ ضياء، نورتنا. تفضل تفضل، شرفتنا بناس إيناس. شكرا كل ذوق، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا استاذ ضياء، شنو هالغيبه؟ والله اولا انا سعيد جدا اتواجد ضمن هاي النخبه الرائعه، وان شاء الله اليوم نقدم حلقه مميزه حلوه بوجودك ان شاء الله. اني سعاده لا توصف حقيقه انه اني اجلس مع حضرتك واتحاور معك. هذه القيمه الابداعيه الكبيره في يعني في مسيره الغناء العراقي، حقيقه علامه من علامات الغناء والطرب العراقي. شكرا جزيلا. شلونك بالعراق؟ والله الحمد لله ماشي. لك زمان تارك مسافر؟ شنو؟ لا والله من زمان موجود هنا، بس نعم. اسافر وارجع. نعم، بس الحنين للعراق ما يخلينا اطلع يعني. بس ما اعرف انه دائما احنا نسمع عن حضرتك انه مو متواجد ببغداد. لا، هو التواجد اكثر شيء ببغداد. نعم. سافر اذا عندي عمل انفذه تخلص العمل وترجع. ما اقدر اغادر بغداد ابدا. يلا عودة السلامة ان شاء الله. الله يخليك. شنو هالتاريخ الثري والغني بال يعني بالاغاني اللي عالقه بذاكرتنا؟ هذا الجيل اللي هو يعني فتره التسعينات هبت هبه واحده الاغنيات العراقيه بشكل كبير، ولا تزال هي عالقه عندنا واغاني حيه. يعني هسه الان من نقعد نسمعها هي فعلا اغنيات حيه. هو لانه هو البعض من عنده ينتمي الى جيل مثقف. اتكلم عن جيلي يعني، يعني عن جيل بيه ثقافات وبيه قراءه وجيل واعي. ماكو شك، ماكو شك. وبعدين احنا بوقتنا كنا جيل نستحي يعني مع مراعاه الجيل، لك بهم بعض قد يستحون البعض لا يستحي، ودليل ما حصل للاغنيه العراقيه من تدهور يعني. نعم. فلانه انا انتمي الى جيل الكبار وجيل العمالقه، فكانت مقارنه كبيره يعني. من انا اقدم لحن وجود استاذ طالب، محمد جواد اموري، وجعفر الخفاف، والكثير لازم اكون اقدم عمل ثقيل، عمل يليق. فهذه هذا هذا هذه الاسماء هي اللي ساعدتني ان اقدم ما عندي، والاعمال الحمد لله بقت تراكزه بذهنيه الناس لحد الان. طيب، باعتبارك ملحن مثقف وواعي وواكبت هذا الجيل يعني الرائد في الغناء والتلحين والطرب العراقي الاصيل، هذا خلى عندكم نوع من الفوبيا او الخوف الدائم من انه انتم مثلا تقدمون شيء يعني لا يليق بمستوى وقيمه الفن العراقي والتراث العراقي؟ لا، هو ما يقدم الان ما يخوفنا، بالعكس. يعني انا امتداد لحنت المرحوم سعد الحلي، يعني امتداد جيل سعد الحلي وياز خضر وسعد جابر ومحمود انور، ولحنت للجيل اللي طلعوا بعدهم قاسم السلطان وحاتم العراقي، محمد عبد الجبار وحبيب علي والمجموعة. نعم. وأيضا لحد هذا الجيل أنا لعبت مع بطل الأغنية الخفيفة محمد السالم. الآن لحنت لأنت محمد السالم. نعم. فهذا لا يعني أنه يكون مخاوف وإحنا قد ما ننزل لمنطقتهم بالغناء، لا، لكن هناك محاذير أكيد. محاذير لا، ومثلا إحنا نشتغل مع الشعراء، فالشعراء قالوا يقال عنك أنه أنت تقدم الأغنية السبعينية ثقيلة فقط وما تقدم الأغنية الخفيفة. ليش؟ قلت بالعكس، الأغنية الخفيفة إحنا بادين بيها من الأغاني الشعبية اللي بدنا بيها، بس الحياة تتطور والعقلية تتطور ويصير نضج عند الإنسان، عليه أن يختار المادة صح. فقال إيه لهذا المطربين يقولون سبعيني، فقصدت أنا أشتغل ويا محمد السالم أغنية خفيفة، ويا راس أغنية خفيفة، ويا مهند عدنان. بالتسعينات ايضا قدمت اغنيه خفيفه الفنان حاتم العراقي اللي هي وصل حبيبي سلامي. مجموعه اغاني وصل حبيبي سلامي. كانت بدايه حاتم من البدايه مع بعض،
وهذا موضوع. وأذكر في فترة يعني صارت أيضا هجمة على الأغنية بالفترة التسعينات. طبعا أول ما قدمتوا الأغنية الشعبية. إيه طبعا احضروا هذا المد القادم من تلك المدن الشعبية إلى ثقافتنا والحضارة، هاجمونا أساتذة. بعدين من قدمت الأعمال لي وراها وصل حبيبي سلامي ونكا حبيبي صاروا أصدقائنا المرحوم يوسف العاني وعبد الرزاق عبد الواحد. والمرة تخوفه من هاي الهجمة اللي أغنية شوفك بعين ذهب والله داعتك ما بيحي يمشي وشوفك ما أغاني شعبية كانت في بادئ الأمر. إحنا بس إحنا بعدين لا إحنا بداية من اشتغلنا هذه الأغاني الشعبية كانت على سجيتها ضمن ألبوم كاسية، يعني ما متوقعين هذا الانتشار ويدخل لكل البيوت، يعني ما عدنا ما كنا راسمين خطوط يعني بصراحة. فلاقينا صد من بعض المثقفين الأساتذة وهذا حقهم أكيد طبعا، ولكن علينا إحنا شلون نعالج هذا الموقف وشلون نشتغل منطقتهم أيضا. واشتغلنا منطقتهم ورضيناهم بالعكس صاروا أصدقائنا حتى الأمسيات مع بعض وقعداتنا مع بعض الحمد لله. طيب هذا الجيل الآن يعني نعم. سمع كلام يعني من هذا النوع وانتقد الجمهور كل شوية وانتقد بقسوة نعم. لكن ما حاول أن يغير، بقى مستمر وبقى يعني يزيد الدوز علينا. وأنا قلت لك بداية الحوار إحنا جيل ننتمي لجيل يستحي، وأعتقد اللي يستحي عليه أن يحافظ على ما يوجهه يعني، أما ما يستحي بهذا موضوع آخر مع الاعتذار يعني هذه اللهجة يعني. نعم. أنا حس هذا الموضوع، حس الموضوع هذا أمانة ورسالة. يعني المستحى نقوله هنا أنا نقول يعني ظل عنده حدود مثلاً. يعني هذه أمانة. نعم. وهذا رسالة يعني، فعلق البعض معدنا يحافظ عليها يعني. وأن الآن أكو ناس هم معدهم تسويق ويسوقون وناس أسماء يشتغلون، فأيضاً هي رسالة لهم حاولوا أن تمررون من خلال الأغاني اللي تصدروها، حاولوا أن تمررون أغنية عراقية للنخبة للمزاج، الأغنية اللي بيها وعي، الأغنية اللي بيها جمل شرقية، الأغنية اللي بيها وجدان. إحنا هذا موضوع ما عندنا الوجدان والعاطفة شوية يعني تفتقر إلى الأغنيات ما عدنا. الحالية للأسف. بس أمنياتنا إن شاء الله ترجع الأغنية لعافيتها. طيب منو أفضل من يقدم الأغنية الشعبية الآن؟ والله مو أكو أغنية شعبية مسحوقة يعني، أكو أغنية شعبية بها وعي. يعني مثلا بزمن عدوية مد عدوية ما انثرت عليها هي الضجة لأنه هو مطرب شعبي فغنى للحارة واليوميات، هذا لونه هذا لون. فأما أنه سفف الأشياء كانت المفردة شوية، أما الأشياء أن نسففها أكثر فهي مطرب شعبي. بس كانت المفردة أكيد محسوبة يعني، محسوبة يعني. وما عليه غبار لأنه مطرب شعبي. نعم. حتى من غنى هواية أغاني مالته وأكو كان عليه احتراض، لكن بالتالي نتفق أنه مطرب شعبي. ولكن حتى المطرب الشعبي حتى عليه أيضا أن يحاول يستحي يعني مو. طيب اختلاف هنا يعني عذرا المقاطعة، أنه هو يطرح نفسه كمطرب شعبي أم يعني كمطرب واعي أو مثقف وهو يغني شيء، او شنو الاختلاف؟ ناس هسه احنا ما نريد نصير ماده اعلان لبعض المطربين الشعبيين الموجودين الان بدون ذكر اسماء. بدون ذكر اسماء قد يكون المطرب تناول موضوع اغنيه شعبيه على سجيته وعلى بساطه، يعني تناول اي موضوع بحياتنا اليوميه. ليش هذه الاغنيه احنا ساهمنا بانتشارها وصلت ملايين؟ اذا الخلل مو بالمطرب بالذائقه صار ايضا اكو مشكله يعني. طيب قد حتى نتكلم عن الذائقة بشكل، هذا المطرب يوصل به أنه حفلات تخرج الكليات يدزون عليه. طيب إحنا مع الاحترام لكل طلبة الكليات اللي هم أخواننا وأصدقائنا وأولادنا، إحنا من نتكلم عن سبب وخلل بالأغنية العراقية وخلل بيومياتنا، ليش أنا هذا الموضوع أكبر شأنه يعني؟ ليش أكبر شأنه؟ ليش أدعمه يعني؟ صح مطرب شعبي على قد حاله، ما احنا صنع ساهمنا بصناعته اكثر يعني. وهذا ايضا مشكله، شوف ان طلاب الكليات اليوم هم هذا من المتقدمين المطرب بالحفل. ما هذه الذائقه شلون تتعزز يعني؟ صحيح بمجرد ما يستمعون يعني هذا وحده هو يصير تعزيز لل، بس يعني اكو ناس تاخذ من عندهم يعني يقول هذا نزل هذه الاغنيه وخلص انتشر بها وحقق انتشار كلش واسع. طيب. خليني اني اسوي مثله يقتدي به وكانه صار بالنسبه له هذا قدوه. هاي حاله عرضيه، حاله قابل النفس انه هذه منطقتي بالغناء، انا هذا وضعي هذا ظرفي، قد اكون امي قد اكون جاهل بس هذا ظرفي. الاخر ليش يحذو يعني حذو ليش يعني؟ هذا السبب. طيب انا يهمني اتحدث عن منجز حضرتك الثري
حقيقة يعني في بداياتك اللي هي كانت يعني نقول بدايات حقيقية وفعلية من خلال أغنياتك والتعاون اللي صار مع الفنان حاتم العراقي. نعم. وحققت صدى كبير. إيه مع حاتم تجربة كبيرة. يعني كم أغنية لحنت لل؟ يعني قد تتجاوز 75 عمل تقريبا أو أكثر. رقم كبير. أي رقم عشرة وصداقة وبعدين نسابة أيضا لأنه ابني ما أخذ أختي الصغير يعني. لازلنا متعاونين. الله يديم يعني المودة والاحترام والأواصر والتعاون إن شاء الله. بس حتما أكو كيمياء بينكم أكيد. أكيد لا طبعا بدايتنا كنا مع بعض والآن يعني مستمرين لحد الآن وأتمنى لك كل التوفيق لحد الآن. نعم شو كنت لحنت لآخر أغنية؟ والله أنا آخر أغنية لحنت لتخيل بعد هالعشرة الطويلة. هذه أي سنة؟ هاي من 4-5 سنوات تقريبا. نعم ونزلت على روتانا. صورها ونزلت. نعم. إيه. تمام. وقبلها راجعين وقبلها يعني ما رايد من الدنيا كل شيء وأغاني البقية امتداد الأغاني الكم العدد والآن متوقف هو بدأ يختار من الشباب حتى يحصل أكثر مشاهدات لأنه هسه أكو حمى عند المطربين. صحيح. كل عطل منطقته يعني. يعني نشوف يعني عدوى صارت. عدوى ما هذا اللي أنا شنو أقول عليه إنه واحد بمجرد ما حقق انتشار بمنطقة معينة أو لون معين من الغناء خلاص صار يعني الآخرين يأخذون يعني ويقتدون. تخيلي مثلا صوت مهم مثل صوت محمد عبد الجبار ما يختلفون عليه اثنين ولا غبار يعني محمد ما محتاج مشاهدة وأنا محتاج يغني مع مطرب عليه إلى هذه المشاهدات اليوتيوب. نعم. محمد صوته كافي بس هو كله هاف هي هاي المشكلة. بس محمد من المطربين اللي بقى محافظ على حافظ بس اختياراته لحد الآن مو مثل الاختيارات السابقة يعني. يعني مطرب عندك تحفظات على اختياراته؟ يعني لأنه أحب صوته أنا. نعم. جدا من الأصوات القريبة إلي محمد عبد الجبار والأصوات المهمة بال شنو لحنت له؟ تانيتكم. وقلت ما أحب وعوف الحب وما ظل وقت يعني مجموعة من الأغاني. نعم. بس الأغاني بصمة اللي قدمتها الآن لحد الآن تتغنى يعني يقول أنا فوت من أغني بحفلة أدخل قلت ما أحب وأطلع بتانيتكم. طيب المطربين اللي بدأوا مع حضرتك وكانت هي بدايتهم وانطلاقتهم ونجوميتهم والأغنية علمت. طيب. منو تقدر تعددهم؟ بالتسعينات. الأغاني اللي علمت مو بدايتهم قد يكون مثلا بدايات حاتم العراقي قاسم السلطان شي يجيبكم. شنو كانت أول أغنية لحاتم؟ حاتم بدينا بالأغاني الشعبية وبعدين صار توقف عند وصل الحبي سلامي فصارت هي العلامة البارزة. أي تفردت بها حقيقة. أي. بعدين أخذت أنت منطقة أخرى يش يجيبكم وتانيتكم شوية. أي. و... أي. صح. قاسم شي يجيبكم صارت إلى بصمة من ضمن الأغاني. محمد تانيتكم. صلاح البحر ما ناسيكم وأغاني كبيرة طويلة. نعم. يعني دول اللي تعاملت ياهم وقريبين كانوا كلش عليه يعني. أنا فاجأت هسه فريق الإعداد يقولون يعني أنت لحنت أغنية أسمي الناس باسمك. نعم. ياسين سلامة مطرب. نعم. المهم حقيقة اللي هي أغنية أو أغنيتين وعلمت صح يعني ولا صح. تزال هي بذاكرتنا يعني أسمي الناس باسمك من الأغاني اللي أي واحد يسمعها. وبرافو عليهم نقلوش المعلومة. أيضا فاتنا أذكرها. صحيح. والأغاني صحيح. اللي بصمت يعني في حين نسمع منها شيء أسمي الناس باسمك. والله شوف الفرقة ده مستعدين. أي فرقتنا أنغامي رائعين طبعا ناس إيناس شباب ورود جدا على استعداد. يلا اسم الناس باسمك
وساكن الروح بعد لك عمر وانت تبيع الجروح يا المرافق خيالي وساكن الروح بعد لك عمر وانت تبيع الجروح الله الله الله، هذا اسمه روعة وإبداع. يعني مثل هيك أغاني ترجعنا إلى فترة التسعينات. ليش غابت هاي الأغنيات اللي فعلا يعني تحاكي الإحساس والوجدان والعاطفة؟ هي ما غابت بشكل كامل، يعني لأنه المتسيدين الآن بالألحان هم يتحملون المشكلة هذه، والدليل النصوص موجودة والموزعين موجودين والذائقة الناس. تفضلت قلت ليش ماكو؟ يعني اذا احنا عطشانين لهاي الاجواء، احنا بحاجه لمثل احنا متنفس لها، سواء ان كانت محاولات خجوله بس يعني على الاقل انه يعني ها شويه بيناتهم تفوت هيجي اغنيه للاسف يعني. بس عندنا امل ان شاء الله. طيب غياب الشخصيات وال يعني المرتبه او الواعيه او يعني عندها قضيه ابداعيه، هذا ما يأثر؟ أكيد هم يأثر أستاذ ضياء، ويعطي مجال ويفسح للناس المو حقيقيين. هذا يرجعنا للخانة الأولى من الحوار. نفس الشيء يعني مشكلة مشكلة مشكلة. وأنا أقول اختيار الأغنية هي أمانة، هي أمانة بعد كل موسيقي وكل ملحن يعني، وهي رسالة أيضا إنسانية تدخل بيتك والبيتي. فمتى ما صارت عندنا هذه الإنسانية العالية ذاك الوقت راح نقدم أغنية عراقية عالية للأسف يعني. طيب برأيك الأغنية تغيرت لو بس الذائقة تقول عنها تغيرت؟ لا، الأغنية باقية والدليل هي الذائقة، مشكلة الذائقة والدليل الأغنية قد تصل ل قالوا هاي وصلت ترند وصارت ملايين يعني. بس الذائقة الآن تسمع أغاني تمسح ذاكرة الهاتف. يعني هسه الأغنية إذا تنسمع على واحدة من الإذاعات أو تنزل عادي الناس تشتاق تسمعها. أكيد. يعني ما تقدر تديرها لأنه يعني خلص اعتادت عليها وسمعتها، بس أنتوا تركتوا أنتوا فسحتوا المجال. إحنا مو بس إحنا، قد تكون الفضائيات أيضا المعنية هي تتحمل المسؤولية كلها. هم تسأل البعض يقول العصر تغير وعصر لا العصر باقي، بس إحنا كل الشباب موجودين بعمر الورود. وشباب ما شاء الله عليهم شلون متفاعلين ويا الاغنيه حبوها. صح جدا. طبعا طبعا. اذا الخلل مو بالخلل بالذائق المتخلف مع الاحتذار يعني. بخلل اصحاب الفضائيات اللي هم كل واحد احنا نصنعها، احنا نصنعها الفضائيات اللي هم متسيدين احنا الان. شو قدم لهم وما يستهلكوا الان؟ اكو مستهلك اذا سمحتي لي الان. اكو فضائيات هي متسيده وهي متسلطه، كل واحد محتكر له مثلا 20 صوت ولا بهم صوت صالح ويبثون هذا الاغاني الفاسده على الناس. هذا شو تسميه؟ هذا اللهات وراء الأموال فقط، ماكو رسالة إنسانية. قد ما يهمهم مردودهم المال، يروح أنت تشتغل روح أنت تشتغل حتى يجيهم. أي مو هذا يفشل بالتالي، هذا يعني هو فشل. وإن طلع بأغنية أغنيتين بس يعني يعد نجاح زائف يعني مو حقيقي. المتضرر الوحيد من هذا الموضوع كله هو الأغنية، وإحنا بحاجة إلى والناس الناس هذا تعبت. هذا سلبي، هذا مو نجاح يعني إيجابي. الناس أيضا تعبت، الناس بحاجة إلى متنفس، بحاجة إلى أغنية عراقية، أغنية بها وعي بها وجدان بها ضمير بها حب. اي على الاقل تبقى هيك عادي. هذا لا يعني كل اغاني هي الان الموجوده. لا احنا ما نتحدث عن الجميع بالتالي، احنا عن الاغلبيه. اكيد صح. اكيد صح. ايه. طيب احنا عندنا اسماء تسيء للاغنيه، يعني نحاربهم بالاسماء الجيده، نحاربهم الناس والناس الحقيقيين الفنانين اللي عندهم رساله. ايه. والله لا زال الاختيار هسه انا قاعد اتعامل مع الفنان ماجد المهندس، بشتغل اغنيتين وقمة الرومانسية. هاي الأغنيتين الأخيرة هسه قاعد اشتغل بيهن يعني. هذه يعني انت من زمان ملحن للماجد ولا هذا اول تعاون؟ لا ملحن له سابقا، اراضيك حبيب الغالي وينك وانا اراضيك. ايه. وهسه كرر المحاولة ان شاء الله، بس محاولة انضج. ايش قد تركت هاي الفترة بين اول لحن لماجد وبين يعني تقريبا خمس سنوات؟ خمس سنوات. خمس سنوات بس رجعت بشي
لان شفت اختيارات. انا هم اعتب شويه على المطربين. اي طبعا. ولو انا يعني المفروض ما اصرح باي راي وما عندي اي يعني وجهة نظر يعني قد بالتالي وجهة نظر قد نتفق بها وقد نختلف. اكيد اكيد. بس ايضا المطرب من يرجع يتعاون وياك يعني اكيد راح يستثمرك بالاتجاه الصحيح. وتعامل رجع لانه انا مقدم له اغنيه مميزه. والدليل هم الان يختارون ان الان المطربين اللي غادرونا نحو العربيه ايضا للاسف صار عندهم لازم اخذ كلمات من الشيخ الفلاني والامير ولازم الحان من الشيخ فلان. هذا ينطي اي مو غلط إزاني. يعني مو غلط. لا غلط هذا. تعرف ليش غلط؟ لي انا اقول ليش غلط؟ لانه هذا الشيخ الشاعر هو مو شاعر. يكتب قصيده 80%. لا حتى مو شاعر بس هم هاي انه انا شاعر خيال من ضمن واحد يكتب له يكتبوا لهم اكيد والبعض وملحن. وانا ما شفت بحياتي امير. طيب امير ملحن انت بحياتي شفتي؟ خليني اسال سؤال. بحياتي شفت لك انت امير ملحن؟ قد يكون امير شاعر ممكن ضمن هذا الفروسيه والشعر هاي لانه هو عندهم. بس يسوى حتى لو مو شاعر يروح ياخذ شعر يجوز اذنه موسيقيه و بس ما اتخيل شاعر امير شيخ ملحن. ما تخيل ما عنده هاي الملكة هاي مو ما يقدر يجوز دخل مع الموسيقى مدرسة موسيقى بس شد عن القاعدة. هذا الملحن السعودي سهم قد لكل قاعدة شواذ وشد عن القاعدة وصار هو ملحن. بس هذا لا يعني أني عندي قناعة كاملة أنه هو ملحن. فأيضا المطربين قاموا أنه يتعاملون ويا الشاعر الأمير والملحن الأمير لأن هذا عنده ميزانية راح يعطي ميزانية. يجي المطرب يدخل فوق الصوت وياخذ اي بس هذا يحجم المطرب حجم ما عنده مساحه ابداعيه. وعندي بعد عندي من الاصدقاء اللي اختاروا البومات ووصل حد وصل حد الحد حد الشبع يعني بيهم الموضوع. نعم بس بالتالي تراجعوا لانه ما اختار روحه ما اختار منطقته بالغناء مجاملات فادت الى تراجع يمدون. بس انت تتحدث عن ماجد وعن كم اسم غنوا قصائد لبعض الامراء كشعراء بصفتهم شعراء. ماجد لحد الان مستمر طلوع بس يعني تركوا اثر طيب كان صداهم جيد. ماجد اختياراته جدا رائعة. نعم هو يغيب فترة ويبصم بشكل رائع. نعم اختياراته رائعة وبالعكس ميز بمنطقته. طيب بس احنا بعد هذا الغياب ايش راح نشوف من ملحننا الكبير ضياء الدين؟ والله عندي الماجد وعندي المطربة يمنية ايضا شاعر يمني ومجموعة اعمال. عندي عملين الحاتم ان شاء الله وعندي عمل الملحن الاماراتي فايز سعيد كلمات ما لحنت الاصيل هميم ولا اصيل لحنت لها اطالع بالعيون. نطالع بالعيون أي. نعم لا لحن جديد الان لحن ان شاء الله لانه الان احنا عندنا لجنه العراقيه مسويه لجنه. نعم القيثاره من ضمن اللجنه اني وكريم هميم ابو اصيل. نعم 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 وشادى حسون لحن وحسن كبير وحسن. كريم هميم فان شاء الله من خلال البرنامج راح نسمع الاستاذ طبعا كريم. تحياتنا للكبير كريم هميم. تحياتنا كان كل اغنيات مسلسل فاتنه بغداد من غناء اصيل هميم ومن الحان كانت يعني واعاده وتوزيع كان الفنان الكبير كريم هميم. فكانت تجربه غنيه واختيار موفق لهذه اللجنه اللي راح تصير مؤخرا ان شاء الله في ان شاء الله برنامج قريبا يبصر النور. توفيق سلفا استاذ ضياء. شو نحب نسمع من عندك على ذوقك؟ على ذوقك انا ما راح اختار. منك
من عذابك متى ارتاح، يل خليت قلبي جراح بجراح متى ارتاح. متى ارتاح منك من عذابك متى ارتاح، خليت قلبي جراح بجراح متى ارتاح. وحرق قلبك بنار بنار بنار، متى الزمن يندار يندار يندار، وعيش قلبك بنار بنار بنار، ودفعك ثمن ما صار، ودفعك ثمن ما صار، وعيد اللي مو ضورا شوكي ترتاح. شوكت ارتاح منك من عذابك متى ارتاح. تعبناك احنا تعب اسراح، وضعك الصحي تعب اسراح، معذور طبعا استاذ، تعب اسراح بالعكس. روح فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. مع حضرتك أستاذ ضياء بفقرة تغيير المهن، يعني إحنا راح نذكر لك المهن وحضرتك يعني تخلينا يا كأنك مخرج وتوزع أدوار وترشح طيب. ممثلين لهذه الشخصيات على أن يكون من المطربين اللي حضرتك تعاملت وياهم طيب. ملحنين ممكن، نعم، شعراء أيضا مسموح لك، مسموح. طيب صيدلاني، يعني شكله كاركتر يوحي أنه صيدلاني ممكن، نعم نعم. وليد الشامي، وليد الشامي اختيار موفق، اهم شيء العلاجات بشكل جيد يعني، ومهتم انه يكتب عليها والدوز والاشياء يعني دقيق يعني بيها. هو شكله ايضا نازك، تمام. صاحب مكتبه يعني مال قرطاسيه وهدايا والعاب، مكتبه للكتب الروايات اللي بس قرطاسيه، نعم، مو ذا قرطاسيه، لازم يختلف عن صاحب المكتبه اللي بيها روايات وكتب، لا لا القرطاسية والكتب وهدايا يعني بوكشوب يعني عبد فلك.
مو ما اعرف ليش توقعت انه عبد فلك راح يكون ليش على بالي مثلا تقديرنا العالي للفنان مصطفى العبد فلك. نعم وبالتالي نعم. هذا موضوع لا ينقص من الاشياء اكيد اكيد يعني. لا لا تماما للنساء اكيد دور خياطه حنان حمدي مطربة أعتقدها مميزة يعني كانت يسوي أغنية هذا غاني منطقة غاني بس مميزة وربت يعني ست بيت رائعة مرتبة يعني خياطة يقولها يعني نعم نعم طيب ضابط بالجيش محمد عبد الجبار أيه. بس لازم نعطي رتبة أقل يعني مو؟ حتى يكون شوية أيه. طيب لا سوى دفعته متقاعدي ليش كبير والعمر أكيد هو قال يعني أو إبراهيم بن تشرشي زين حتى تنازل الآن أصير بن تشرشي ونقول واحد قابل إيه طبعا مع احترامنا لكل المهن اللي ذكرته الأسماء تقديرنا العالي لهم أكيد. زين صاحب مطعم سمش مزقوف والله ليه ما اعرف ليش اوراس مثلا منو اوراس ستة اي ذاك يوم احنا هم رشحوه على يعني مطعم اعتقد مطعم وحده من المهن فهواي اسمه دا ينطرح عندنا يعني يرشحوا لكثير من الشخصيات لازم احنا نروح نذوق السمك مالته مو صحيح طيب ننتقل هسه الى اغنيات واختبار الاغاني يعني شفت الفرقه وش قد طيب. هم متميزين جداً. اكيد راح اضم لك مقطوعات جداً. وحضرتك يعني بعد هذه يعني منطقتك بالشغل بس يصير يغششون يعني لا ما حد يغششك اصعب الاغنيات تنطو يلا شكرا بس انا طلبت منهم يعقدوها عليك هسه لا وحسوا بيتابع اغنياتك كلش هوايه استاذ ضياء فاغلب الاغنيات هي اختياراتهم اكيد راح تكون واحده منها يلا نسمع الاغنيه الثانيه شكرا نسمع الأغنية الثالثة
المفروض عرفتها. لا تحاول احد يغششك. يلا. قلت ما احب وعوف الحب شجاني ورجعت حبيت شجاني ورجعت حبيت لان بالحب ولا مرتاح شبيه وللهموم مشيت مشيت شبيه وللهموم مشيت قلت ما أحب وعوف الحب شجاني ورجعت حبيت شجاني ورجعت حبيت. شكرا شكرا ابدع الاستاذ ضياء حبيبي. حلق معاهم صح استاذ ضياء؟ تسمع اي مقطوعه؟ طبعا اكيد. طيب احنا رجعنا وياك بفقره غير تاريخك، بمعنى انك تختار فتره محدده من الزمن وتختار ان تعيش بيها وتكون علاقاتك واصدقائك وتتقمص وتعيش يعني مرحله دراستك، مرحله عملك، مرحله طيب. ايه وصلت الفكره صح؟ طيب طيب ايش تختار اي فتره؟ السبعينات. سبعينات انه هو فتره ذهبيه، فتره راقيه جدا. اغلب الضيوف على فكره حتى ضيوفنا الشباب اللي كانوا هنا يعني اختيار فتره السبعينات. سبعينات حلوه فتره ذهبيه. نعم. رائعه، بيها جيل من الملحنين الرائعين وجيل من المطربين الرائعين ايضا، بيها عباد جميل ومحمد نوشي وياسين الراوي. طيب منو كان الملهم؟ كوكب حمزة. منو كان الملهم بما انك تحدثت عن هذه الاسماء؟ منو كان الملهم؟ والله هم كلهم جيل مبدعين. نقول الايدول قريب الى روحي وصديقي واحبه كلش، يعني طالب القرغولي الله يرحمه، راح طالب القرغولي. طيب هذا تاثرت به واستاذك وتعلمت منه وصديقك؟ هو صديقي واستاذي نفسي. طيب اوكي، منو ممكن يكون يعني مطرب مقرب إليك؟ رياض احمد. رياض احمد. نعم. الله يرحمه. الله يرحمه. اغنيه سمعتها بهاي الفتره ويعني حركت وجدانك؟ والله هي هاي الاغنيه بيها يعني هاي الاغنيه بيها حكايه وياي بتاريخ، يعني هي الحان استاذ طالب وكلمات الشاعر المبدع ظفر نواب. كنت عسكر يعني، فعندنا نقلة من مكان إلى مكان آخر، فتعرفين النقلة من واحد ينتقل وبعدنا مركز تدريب صغار، فشارين لطغات الجيش وطالعوا السيارة تصير بينا، فشغلوا كاسيت بالسيارة حنوان حن. ما أعرف بذيك الفترة ليش بشيت، بتشتني يعني ما اعرف، وذكرت اهلي وناسي وذكرت طفولتي، وشريط مر علي سريع جدا، فمن الاغاني اللي احبها شكلت بي اشياء ولغايه الان انت تغنى واحد يسمعها الكل أحشقها يعني أحشقها. إيه نعم نعم. طيب لحن كان لك وانسرق من عندك؟ انسرق سرقه يعني؟ سرقه والله. يعني بليغ تعرف هذا مالدك اللحن؟ اي بليغ، بليغ حمدي سرق. بليغ حمدي يسرق الحان. سرقني حكايتي مع الزمان الوردة الجزائرية. مال الوردة الجزائرية. اغنية راقية جدا. سرقها. طيب منو زوجتك؟ هي وردة.
وردة ها كنت تروح دائما وتجي لمصر تسوي زيارة؟ لأنه سرق الأغنية وفاء أنا سرقت من عنده وردة. وانت رديت الصاع صاعد. يعني مطرب انت كنت انت يعني مؤمن بي إيمان مطلق انه هو راح يكون مطرب كبير وإلى شأن نجم المستقبل. سعدون جابر كان صراحة جيد. وكانت أغنية تذكرها اللي غناها من أول أغنية تذكرها لا أعتقد يعني فيش بروج الحنية. فيش فيش أغنية كانت جميلة جدا. هذه مو ألحان كوكب حمزة؟ ما أعرف والله ضبط ما يتلرني يعني. نعم نعم. طيب بما أنه إحنا بالسبعينات نعم. أكيد كنت تتوقع أنه هو راح يكون نجم نجم صاعد ووائد في وقته صح؟ صح ايه. وفعلا هو تألق وحلق يعني بهذه المرحلة طبعا. هو ورياض أحمد و كل النجوم الموجودين ياس خضر وحسين نعمة كذلك. حسين نعمة نعم. طبعا نسمع فاصل قصير من الفرقة وبما يجهزون البوم الصور يا الله. قضية قلب بالألبوم وتشوف وتستمتع بهذه الفترة اللي كنت عايشة مع أصدقائك والناس الأقرب. فترة السبعين؟ هاي ذكرياتك بهذه الصورة الجميلة شنو؟ الله مرحوم طالب بالشكل ده نفس الشكل. نفس الشكل صح؟ لك ذكريات بهذه الصورة مو صحيح؟ والله استدي المواهب إيه صح. وهاي كنا ندرس أنا والفنان رياض أحمد. كان شكله ماذا؟ يعني الشكل والشعر والزلف. ما شاء الله. والله تحفظ. شوف يا علي أنا كنت ضعيف سلم. بس ما شاء الله لازلت محافظ تعرف. بس لون الشعر شوي لانه الشيب مزداد وانت لو كبرنا غير لا 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 ما يعني محافظ ما شاء الله عليك. انا وحسين فهمي والفنان ياس خضر. ورده جزائريه مو موجوده بس هسه شوفوا لازم ناكلها. الله شوف هاي انا شاب وسيم هنا انا بليغ بوعي هاي دا سمع الاغنيه اللي سرقها من عندي. هاي انا ورده شوفي الله اشوف الصوره فضول عندي انه اني اشوف الصوره. اي هذا شعرك موديل مو؟ اي هذا كان موديل بوقتها هذا صح. هذا كان نيجرو بس هي ما اعرف تتبوع لك بطريقه غريبه مو صحيح؟ اي طبعا اي بيها تامل. تتاملك تتاملك. هاي انا والسعدون جابر يعني حضرتك ملحن وزوجتك ورده المطربه راحله ورده يعني في فترتها شو يعني ما تسكتون مو؟ ابد على الريوق اغنيه على الغداء اغنيه على العشاء اغنيه الله يسعد جيرانكم. شكرا جزيلا شكرا يعني جزيلا. حقيقه استمتعنا معك بهذه الفقره خليه يمك مرتاح. إيه صراحه كل الفقرات اللي مرت ويانا المشاهد كلش راح يستمتع بيها و ان شاء الله ولطيفه وخفيفه وحضرتك من النخبه اللي الناس فعلا تفخر بمنجزها وبتاريخها من الشخصيات اللي تحترم اكيد ولها قيمه كبيره. استاذ ضياء مره شرفتنا بناس ايناس ونتمنى يعني هذه العوده والتواجد والحضور الدائم حتى احنا الى حد ما نقدر احنا نتصدى او نواجه هذه النماذج الغير صحيحه اللي في هذا المجال. شكرا لكم وشكرا لكل الكادر من مصورين إلى أعداد إلى أخراج إلى شكرا لكل الكادر شكرا للفرقة الموسيقية الرائعين وبالتالي الشكر الرائع والكبير إلش يعني. وأتمنى تكون حلقتنا حلقة جميلة ونكون خفاف الظل على المشاهد. ماكو شك أنا يعني بكل امتنان وأرجو المعذرة يعني بكل صحيح. امتنان حقيقة ونيابة عن الجميع الكادر اللي يعمل بناس إيناس
احنا ممتنين الى ابعد الحدود لصبرك وذوقك ولطفك وسعة صدرك ويانا. انت شخص عالي جناب وثقافتك عالية وتصالحك مع ذاتك رائع استاذ ضياء، وأنا سعيدة باني حاورتك. شكرا جزيلا وتحياتنا لكم في حلقة جديدة من برنامج ناس انتظرونا الجمعة الجاية. السلام عليكم.